السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بالحلقة الثانية من ريزني في الريميك. المهم اليوم راح نكمل، راح نشوف لوين نقدر نوصل. حاول اني اخلي الفيديو قصير مش طويل، لكن بأكبر كمية اقدر العبها. زين، To Condor 1. I've identified a route to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. هنا شغل اللوت. لا تمين انها تطيح. ايوه. استوت لي مرة فا ايه. اوكي خلينا نروح نشوف. أعتقد هذا الباب، أعتقد. أيوة. There it is. أوكي هذا السومل. سوري، والله مش قصدي. خيبة. مش ما يفتح الباب. No good. No good. Gotta fix everything myself. عادي يا حبيبي. Shit.
ما يبشر بالخير بس. روبي ما اعرف ايش وينها والله. اوكي زين انه مكفول. ما اعرف لو اقدر اخذ اكثر من 30. مش متك عشرة. اوكي 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 عشرة I can craft بس. علي شباب تعالوا
يا الله. Is this the place? That noise. That hurts, you know? It seemed like you really wanted to talk. How observant, senor. Now, you got a smoke? You know, those things will kill you. Oh, well, maybe just untie me then, huh? Joder, not this guy! Who are you? Okay, stop right there! ميت عشان ما يلعن خيره. اوكي انتهينا من شابتر 1. طبعا منا راح اوقف الفيديو شباب، اتمنى انه يعجبكم واشوفكم بشابتر 2.